لك اياها الصحه. Down, baby, down. Yes. I said down. You're not even fucking alien on me. Down. Oh, down. Down. بس هم السلام عليكم شباب، شلونهم الحبايب؟ ان شاء الله الكل بخير وطيبين. شباب هاليوم جيتكم ببلد خاص بسلاح الفيكتور اللي النسا وما حد قام يلعب بهذا السلاح من ورا الليديديت. بهذا البلد نقول الفيكتور رجعناه للحياه، دمج مو طبيعي وراح نستفاد من سرعه الاطلاق البي. هذا البلد شباب يشتغل اوف لاين ويشتغل اون لاين، يعني تقدر تشتغل PvE و PvP. يشتغل على الجهتي 100% دمج خرافي، بي ارمر ريجنريشن، بي ستات افكس للي دمجه النزيف، وبي ارمر اون كيل. بلد كلش حلو، راح تحبوه من اشرحه وتجربوه ان شاء الله بالدارك زون. اني نهايه كل شرح راح احط لقطات تخص الدارك زون، راح تشوفون بي قوه هذا البلد وقوه الدمج مالته. ونرجع ونقول سلاح فيكتور مو ليدي ديث. اول ما نشرح بهذا البلد نتوكل نشوف التخصص. التخصص اللي نستخدمه ويا هذا البلد هو تخصص الجنر. تخصص الجنر فيه خصائص كلش حلوه وتفيدنا بالدارك زون وتفيدنا حتى ضد الاوف لاين، يعني تفيدنا بي في اي وبي في بي مثل ما قلت لكم. اول خاصيه هو انه اذا قتلت شخص اني راح يرجع لي 10% دروع، وهاي الخاصيه كلش راح تفيدني ويا هذا البلد اللي استخدمه اني. هسه من اشرح لكم القطع ان شاء الله راح اقول لكم ليش. هاي فيما يخص اول خاصيه. ثاني خاصيه، كل 3 مرات تلقم السلاح مالتك راح يكون اسرع ب 50%، وراح تلاحظها من راح تلقم، يعني ثانيه اعتقد او ثانيتين، اعتقد ثانيه سرعه تلقيم راح تصير عندك، وهاي كلش راح تفيدك بالمواجهات. وهم قلت لك ضد الاوف لاين وضد الاون لاين تفيدك. الميدك الخاص بهذا التخصص اذا تاخذه راح ينطيك بونس ارمر ازرق، درع ازرق فوق الدرع مالتك 30%. فبما انه اني استخدم 1.5 مليون ويا هذا البلد، ال 30% كلش حلوه بالنسبه لعشر ثواني، وخاصه اذا انت كنت بدك تريد تتواجه. نجي للنبضه، النبضه مالته كلش حلوه، نبضه البانشي. نبضه البانشي هو يعني اذا اطلقتها على واحد راح تسبب له ارباك، خاصه اذا ما كان عنده تاثير يعني حمايه من الخطر العفو، يعني ثاني او ثانيتين ما راح يقدر يأيم ويتخربط الشغل عنده كله، فتقدر تدمجه وتقدر توقعه بهالثانيتين على الدمج الموجود بهذا البلد. نجي للخاصيه اللخ، ينطيك 10% من الطلقات اللي عندك كل 60 ثانيه. وهاي الشغله هم يعني كلش حلوه، يعني ما اعتقد راح تعوز طلقات، خاصه اذا انت كنت بالدارك زون تلعب وماخذ مان هانت وما تقدر تطب للتشيك بوينت، فهاي الشغله كلش زينه. من 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 الشغلات او من الخواص الحلوه بهذا التخصص واللي راح تفيدنا هوايه بهذا البلد هو انه اذا انت قتلت شخص ورا ما تقتل شخص ينطيك 5% سرعه اطلاق. وبما انه احنا دا نستخدم سلاح نقول اسرع سلاح باللعبه اللي هو الفيكتور، فال 5% يعني يصير السلاح مالتك ليزر، ما يضرب طلقات، شلون الليزر؟ وهسه تشوفون ان شاء الله. هاي كل ما يخص الشغلات المهمة من ناحية التخصص. نجي هسه التركيب القطع والبناء. نقول يا الله، اول سلاح اختاره او السلاح الاساسي هو الفيكتور مثل ما قلت لكم، لان بيه سرعة اطلاق، وراح افهمكم انا ليش اختاريت سرعة الاطلاق. الليدي ديث ما فضلته بهذا البلد. السلاح الاساسي فيكتور، السلاح الثاني شاتجان، لان عندي 15% ينطيني البلد اللي انا مسويه ينطيني دمج شاتجان. ومثل ما تلاحظون الشاتجان واصل عندي 1.2 مليون، مع العلم اني ما حاط اي قطعه شاتجان بالبلد. فبقى انت بكيفك، تريد تحط السلاح الثانوي اسولت والدمج بيه من بعيد ماكو اشكال. حتى لا تنحصر بقطر صغير يلا تقدر تدمج. هذا فيما يخص الاسلحه. نجي هسه للقطع. 4 قطع فيوري هانترز. ليش اختاريت الفيوري هانترز؟ الفيوري هانترز يا ولد بيه خصائص حلوه. الخصائص تقول انه انت اذا حطيت قطعتين ينطيك دمج شاتجن 15% وينطيك 15% اس ام جي.
من ناحية القطعتين الدمج 15% كلش حلو. إذا حطينا ثلاث قطع من هذا البيلد راح ينطينا 20% أرمر أون كيل. ومنا أنا ليش اختاريت تخصص الجنر 20% إذا ثلاث قطع 20% أرمر أون كيل يعني درع مقابل القتل، والتخصص ينطيني 10 فصارت 30%. 30% بالنسبة البيلد 1.5 مليون دروع كلش حلوة. هسه راح أرويكم إيش قد يرجع لي إذا أنا فنشت شخص. إذا أنا فنشت شخص يا ولد أو فنشت أوف لاين راح يرجع لي 442,205 دروع. 442,000 ترى رقم كلش حلو إذا فنشت شخص، فيفيدك بالمطاولة بالقتال إذا ضد الأوف لاين وإذا ضد الأون لاين. هاي إذا حطينا ثلاث قطع من الفيوري هنتر ويرجع لي هيلث أون كيل 100%. إذا حطينا الأربع قطع، إذا حطينا الأربع قطع هذا البولت شي يقول؟ يقول بمسافة أو بقطر داير مدايرك 15 متر الناس الداير مدايرك ب 15 متر راح يطلع عليهم تطلع عليهم الصورة مال البولت أو الإشارة مال البولت فوقهم. هذول الناس راح يستقبلون من عندك دمج 20%، راح او العفو راح تقل حمايتهم للدمج اللي انت تسببه بنسبه 20%. فراح يصير دمج مخيف عليهم، دمج كلش قوي. انا بنهايه الشرح ان شاء الله راح احط لقطات بالدارك عندي بيها مواجهات وراح ارويكم الدمج اللي سببه هذا البلد. فقلت لكم اذا حطينا الاربع قطع راح خلال العفو بمسافة 15 متر العدو الموجود بهاي المسافة راح يقل الحماية مالته من الدمج مالتك بنسبة 20%، يعني راح يقوي دمج سلاحك. إضافة إلى هذا الناس اللي تقتلهم وتفنشهم بمسافة 5 متر القريب من عندك، إذا قتلت خلي نقول مثلا إذا أنت واجهت اثنين قتلت واحد من عندهم، الثاني إذا كان بقطر 5 متر من يمك راح يزيد الدمج مال السلاح مالتك عليه بنسبة 5%. وأعتقد هذا شيء كلش حلو. إضافة إلى هذا يسبب لهم حالة من الإرباك، شلون التأثير حالة زين. وهذا الستاك يصعد الخمسة، يعني أنت إذا قتلت 5 بمسافة 5 متر قريبين من عندك يصعد عندك دمج السلاح 25%. هذا فيما يخص الأربع قطع الهنتر فيوري ينطيك الاس ام جي 15%، والمواهب الجوة تنطيك دمج وتقلل الحماية من الدمج مالتك بنسبة 20%. احسب انت الدمج مالتك ايش قد راح يوصل. إضافة إلى هذا بما أنه أنا حطيت أربع قطع هنتر فيوري واستفاديت من المواهب مالته وانطاني 15% دمج اس ام جي، اختار القطعة اللخ السكولوف. السكولوف راح تعطيني 10% واني هذا الهانتر فيوري يعطيني 15، يعني 25% دمج صافي للاس ام جي، مو قليله ودمج كلش حلو. هذا فيما يخص الخمس قطع. نجي للقطعه السادسه واللي هي اعتقد يعني من الشغلات اللي معتمد عليها البلد هذا. القطعه السادسه اللي هو الصدر الاحمر، اللي هو اذا دمجت شخص اي شخص الدمج بمسافة 10 متر ينطي بليدنج، ينطي نزيف، وهاي ما بيها كول داون. إذا راح من عند النزيف ترجع مرت اللخ الدمجة يرجع مرت اللخ يصير عنده نزيف، وهاي الشغلة كلش حلوة. ما عدا النزيف اللي ينطيك أرمر ريبير يصلح الدرع مالتك. الكل شخص تسوي عنده نزيف وحسب هاي النسب الكاتبي لك إياها جوا، أنه إذا أنت دمجت واحد راح ينطيك 1% إصلاح درع. إذا العفو إذا سببت نزيف الواحد راح ينطيك 1% إصلاح دروع. إذا سببت نزيف الاثنين تزيد النسبة الأربعة. إذا سببت الثلاثة تزيد توصل 9%. إذا الأربعة 16%. وإذا خمسة 25%. كل ما تسبب نزيف. فبيلد دمج قوي وبي أرمر أون كيل وبي أرمر ريبير اللي كل ما تسبب نزيف الناس. هسه راح افهمكم شلون نقدر نستفاد من هاي المواهب مال الصدر. بما انه اني الصدر عندي يسبب نزيف فراح احتاج بالجنطة الموهبة مال الشرير اللي هي تعطيني 18% دمج اضافي اذا سببت اي تأثير حالة
الاي اوف لاين او اون لاين ضدي، فتخيل 18% والهنتر فيوري ينطيني دمج، وعندي 25% من القطعتين، وعندي دمج اضافي مال النزيف نقول التاثير الحاله. وبما انه استخدمت الصدر الاحمر وبي نزيف، وبما انه انا حاط موهبه الشرير اكيد الفيكتور استخدمته، واستخدمت العفو ويا موهبه السادست اللي تقول انه كل عدو تحت تاثير النزيف يزيد دمج السلاح مالتك 20%. فيا شباب الدمج مخيف، دروع 1,500,000، أرمر أون كيل، إصلاح دروع للناس اللي سببها النزيف. أعتقد بهذا البلد جمعت أنت هواية شغلات. اختاريت الفيكتور من غير باقي الأسلحة لأن الفيكتور بسرعة إطلاق، سرعة الإطلاق مالته كلش عالية، فبين ما الشخص المقابلك أنت مسبب له نزيف، يعني نقول الثانية أو الثانيتين أنت يمكن مكمل نص المخزن إذا مو أكثر من نص المخزن، وعندك بيت دمج 20%. فراح تشوفون باللقطات إن شاء الله ورا الشرح راح تشوفون الدمج اللي سببه هذا السلاح وهذا البلد. فمثل ما قلت لكم سادست 20%، 15%، وسوكولوف 25%. آخذ دمج سلاح SMG من الهنتر فيوري ومن السوكولوف، إضافة إلى هذا الصدر ينطيني نزيف بدون كول داون للمهارة، كل ما يكون داخل 10 متر تقدر تسبب له نزيف، يعني تقدر تسبب له ارباك من ناحية الهانتر فيوري. إذا قتلت شخص وكانوا يمه جماعته بقطر 5 متر راح يصير عندهم حالة من الارباك وراح يزيد دمجك عليهم همين. إضافة إلى هذا عندك نزيف في البيلد يشتغل ستات افكتس، دمج عالي 1,500,000 دروع، ارمر اون كيل عندك 442,000، هواية شغلات حلوة بالبلد. نجي للمهارات اللي استخدمها ويا هذا البلد. أفضل أنا دائما ويا كل البلدات تستخدم الديكوي اللي هو يخفيك. هذا هواية راح تستفاد من عنده خاصة إذا أنت كنت تلعب تيمات أو كنت تلعب حتى الأوفلاين، يخليك مختفي. بهاي المدة اللي أنت مختفي بيها تقدر تدمج، تقدر تنهزم، تشوش المقابلك وتنهزم، و يعني هواية شغلات تفيدك ضد الأونلاين وضد الأوفلاين. فأفضل من المهارات اللي تكون دائما موجودة ويا كل البلدات الديكوي. المهارة الثانية نستخدم الخلية اللي تسبب نزيف. هاي الخلية اللي تسبب نزيف أولا تشغل لنا الموهبة اللي بالجنطة، ثاني شيء تطينا 20% دمج سلاح للفيكتور، وثالث شيء تفيدنا بالموهبة مال الصدر. لا ما أعتقد راح تفيدنا بالموهبة مال الصدر. فالمهم أنت معتمد على النزيف وسلاحك معتمد على النزيف، جنطتك معتمدة على تأثير الحالة. فهذا فيما يخص المهارات. هسه شرحنا القطع اللي نستخدمها ويا هذا البلد وطريقة التركيب مالتها. الكمامة أرمر وحاط لها اني فرصه، الدرع الاحمر ما تقدر تغير عليه، هو يجي بيه دمج فول وفرصه وضرر. الجراب حاط بضرر اصابه حرجه ودروع. بالمناسبه اني القطع عندي مو فول، انتم تقدرون تصعدون هاي الارقام اذا كانت عندكم القطع ماكس. الركبه حاط بيها فرصه وحاط بيها دروع ارمر، الشف حاط بيه دروع وفرصه، وتجون تشوفون الجنطه حاط بيها ضرر إصابة حرجة، فرصة إصابة حرجة، وعندنا ضرر. واصل عندي الفرصة بهذا البلد 58، وأنا أفضل أن توصلوها 60 إذا عندكم القطع أحسن من عندي، ويصعد عندكم الضرر تقريبا 130. راح تشوفون تقولون الضرر قليل، ضرر الإصابة الحرجة، لا بالنسبة للدمج اللي عندك أنت للسلاح والدمج اللي ينطي البلد لهذا السلاح، لا مو دمج كلش مو سهل. وهسه راح تشوفون قلت لكم ان شاء الله راح انزل اجرب بالشواخص، ارويكم طريقه الاستخدام مالته، وراها انزل لكم لقطات بالدارك زون. خلي نصعد قوه الشاخص. الحلو بالفيكتور انه ما يحتاج تشحنه، يلا ينطيك دمج
بال مو مثل الليدي ديث، الليدي ديث لازم تشحنه يلا ينطيك ال 75%. الفيكتور لا، هو منه وبي الدمج مالته، وقلت لك ينطيك دمج 20% على المهاره اللي حاطها اللي اذا عدو ينزل. المهم هسه اذا ندمج الشاحن، اذا تلاحظ صار عنده نزيف، وهذا النزيف اجا من الصدريه اللي عندنا احنا. هسه انا مفعل مسافه 5 متر، فاي عدو مسافه 5 متر او جوا ال 10 متر راح يحصل نزيف من عندك. هاي المهاره ما تحتاج الكول داون، اذا دمجته مرتلخ راح يرجع مرتلخ يصير عنده نزيف. وبما انه هوايه اشخاص تركت الحمايه من الخطر فهاي هوايه راح تفيدك. فالمهم دمج الدمج يصير عنده نزيف، زاد عندك دمج السلاح بنسبه 20% للشخص اللي عنده نزيف. اوكي، هذه هسه اشتغلت موهبه السلاح. اضافه لهذا، اضافه لهذا الفائده من النزيف، خلينا ننزل الدروعه مالتنا، خلينا ننزل هذا حتى نقدر ندمج نقول شخصين. الدرع يقول لك الشيلد، الصدر العفو يقول لك اذا سببت نزيف الواحد اذا تلاحظون راح ترجع عندي الدروع بنسبة 1% ما دام العدو دا ينزف. هاي اذا كان الشخص واحد باعه رجع عندي شوية درع، اذا كانوا اثنين سببنا نزيف الهاد ولازم هذا هم يعني نسبب له نزيف، شوف الدروع ترجع اسرع واقوى. كل ما كانوا الاشخاص اللي سبب لهم نزيف اكثر كل ما رجعت الدروع عندك اسرع. فاذا تلاحظون ادمج هاد ادمج هاد ولاحظوا هسه عندي الدرع شلون دا يرجع. هاي فيما يخص شخصين، تلاحظون طول فترة النزيف مالتهم انت ترجع لك دروع. هذا واحد، هذا الثاني، لاحظوا الدروع هاي اذا كانوا شخصين. هاي من الفوائد اللي يعني اللي راح نستفاد من عندها بالصدر الاحمر. زين، ما عداها الصدر راح يفيدنا مثل ما قلت لكم انه يشغل لنا الموهبه بالجنطه اللي هي 18% دمج اضافي. فهسه اذا تلاحظون اشتغلت عندي الموهبه مال الشرير، لاحظوا الدمج، لاحظوا الدمج وسرعه الاطلاع. وهذا الدمج بالمناسبه انا شاخص واحد لا ادمج، اذا قتلت شخص وبمسافه 5 متر راح يزيد الدمج بعد اكثر. هسه اذا تلاحظون هذا البوس مخزنين اقل المخزنين، مخزنين الا 20 طلقه، تلاحظون الدمج القوي. وان شاء الله قلت لكم هسه من انزل اللقطات اللي بالدارك راح تشوفون قوه الدمج. المهارات اللي نستخدمها ديكوي، المهارة الثانية هي خلية النزيف. بالمناسبة يا شباب هذا فيما يخص الدمج والاستفادة من حالة النزيف اللي سببها للأونلاين أو الأوفلاين. عندك الشغلة الأخرى اللي قدم لك إياها الهانتر فيوري هو أنه أنت إذا قتلت شخص بمسافة 5 متر داير مدايرة راح تسبب لهم حالة من الإرباك مثل ما تلاحظون. اذا تلاحظون حاله الارباك اللي تصير عندهم، وهاي الشغله هم انا قلت لكم هواي راح تستفادون عندها خاصه اذا انت كنت تواجه اكثر من واحد. هذا البولد هواي راح تستمتعون بيه ولد، خاصه للناس اللي تحب سرعه الاطلاق. دمج مخيف قلت لكم، ارمر اون كيل عالي 442000، الارمر مالتك عالي 1,500,000. بقى انتو هاي الفكره مال البولد انتو تريدون تغيرون عليها. المهم أنا أشوف هذا أحسن شيء. هذا كل ما كان يخص هذا البولد يا ولد. أتمنى استفاديتوا من الشرح، لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة حتى شوية تدعمونا. تحياتي لكم. Your vacant
I wanna see you in the morning. Wake up when you say hello to the world. I wanna look deep inside what's behind. You're faking it on me, but there's too much danger when you fall in love. It's innocent. I don't know if you can win. Can you give in? I know you can, baby. I wanna see you in the morning. Wake up when you say hello to the world. I wanna look deep inside what's behind your vacant eyes. لك همام استقلت لك عرابة.